طبعا مساءكم بكل خير مشاهدينا، واهلا بكم في حلقه جديده من ملاعبنا الليله مع انطلاقه مباريات الجوله الخامسه من دوري الخليج العربي للمحترفين. بدايه ناريه للجوله تسجل عوده الوحده من عجمان بالنقاط الكامله والتالق حتى امام الملك المتصدر. سيكون معنا اليوم في الاستديو كل من سيد احمد خليفه حماد والكابتن بخيت سعد والكابتن عبد الرحمن الحداد. حياك الله ابو خليفه. يا مرحبا. مساء الخير. اهلا وسهلا ابو عبد الله. مساء النور. مساء الخير ابو عوف. مساء الورد. مساك الله بالورد. الخير والسلام. فاصل احبائي الكرام، ابقوا معنا. انطلاقة الجولة الخامسة من دوري المحترفين الدوري الخليجي العربي بمواجهتين جمعت الأولى عجمان والوحدة فيما استقبل حتى ضيفه الشارقة في مدينة حتى الهادئة وفي أجواء أشعلت المنافسة على الصدارة. انتهت قبل قليل مباراة حتى والشارقة والتي جمعت الفريقين في استاد حمدان بن راشد المكتوم لحساب الجولة الخامسة من دوري المحترفين. تقدم أصحاب الأرض عن طريق كريستيان لوبيز في الدقيقة 18 قبل أن يضيف اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 25، وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني سجل الشارقة عن طريق إيغور كورنادو الذي مرر هدف التعادل الحاسم إلى زميله ريكاردو غوميز منقذا الشارقة من الخسارة. أبدأ معك أبو خليفة، يعني يحتار المرء وهو يشاهد هذه المباراة ونحن الآن في هذه اللحظة نقدم هذا البرنامج، ما هو العنوان المناسب لهذه المباراة؟ فإن ذهبت إلى فريق حتى فيستحق أن يأخذ كل العنوان، فريق يقدم كرة جميلة رائعة، مدرب لديه قدرة وقراءة وتحضير رائع للاعبين، ولاعبين يعني مدركين لأدوارهم فاهمين واجباتهم. وإن ذهبت إلى فريق الشارجة فالشارجة فريق مثابر إلى آخر لحظة رغم أن المباراة كادت أن تذهب، وربما لن يجد الشارجة الكثير حتى من جماهيره يقول لك أنه والله ما يستاهل الخسارة، بالعكس حتى كان يستحق الفوز بجدارة، والوحدة ثابر ويستحق أو الشارقة ثابر ويستحق أيضا التعادل. فأي العناوين تستحق واحد يوقف عندها صراحة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة لابد أن نعطي، إذا بنختار عنوان لازم نعطي فريق حتى حقه في العنوان. نعم. لأن فريق حتى من فريق كان يعاني في الصعود إلى فريق يقدم كرة جميلة يمكن بشكل غير عن باقي الفرق في دورينا. عن جميع الفرق. نعم. أنت حتى لو نرجع من أول مباراة لعبها أمام الأهلي وخسرها كان هو الأكثر استحواذا في المباراة، وما كان محظوظ، وكان يمكن الأهلي محظوظ أنه في المباراة وسجل 3 أهداف. إلى المباراة اللي مباراة اليوم، مباراة الأسبوع الماضي اللي كانت أمام العين، وكان حتى قريب من يعني على الأقل من التعادل، وكان ممكن أن يحقق الفوز وخسر المباراة. إلى المباراة اليوم اللي صراحة يعني قدم فيها مستوى عالي جدا، مستوى جميل، لاعبين يعني خلنا نقول لاعبين بين عمل المدرب معاهم، قد يعني الملك قادم بصفة بطل الدوري، قادم من فوز ومنتشي بعد فوزه على الوصل، حتى قدم شوط أول رائع جدا واستطاع أن يتقدم بهدفين، وما كان للشارج وجود أبات بتاتا في هذاك الشوط بسبب مثالية حتى. نعم، لأن يعني عرف كيف أن يتعامل مع فريق الشارجة، وعرف كيف أن يتقدم ويسجل ويحافظ على الهدفين
يعني يمكن شاف اللي حصل في مع عجمان في 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 مباراته مع الوحدة، والوحدة استطاع من خلال هدف قبل نهاية الشوط الأول أن يعود في المباراة في الشوط الثاني حتى حافظ على الهدفين وأبقى على فارق الهدفين، وقدم مباراة عالية جدا ومباراة فيها يعني جمالية، كرة جميلة من المباريات اللي الجمهور يستمتع بها. يعني احنا يعني نشيد بفريق حتى ونشيد بالمدرب ونشيد بالإدارة حتى هذا العمل، مثل ما أقول لك يا فريق عانى السنة الماضية في عملية الصعود، ما صعد كبطل، صعد وكانت هناك مشكلة وكانت هناك قضية مرفوعة من نادي آخر أن أساسا يطالب بحقيته في الصعود، إلى فريق اليوم بهذا المستوى أحرج العين في العين، واليوم ما بنقول أحرج الشارجة، لا اليوم يعني الشارجة كان محظوظ لأبعد الحدود. نعم. أن يرجع في المباراة في الوقت الإضافي من الشوط الثاني ويرجع من خلال أخطاء مدافعين، وهذه كرة القدم، أحيانا كرة القدم ما تكون عادلة يعني صراحة، واليوم هذا الوضع كان موجود. فاليوم يعني احنا كثير كنا منبهرين بأداء الشارجة، كثير كنا يعني من يعني في خلال الأسابيع الماضية، اليوم الشارجة في المباراة هذه يمكن أقل مستوى من موسمين، أقل مباراة مستوى من موسمين، من الموسم الماضي والموسم الحالي. حتى المباراة اللي خسرها الشارجة السنة الماضية أمام الوصل ما كان بهذا الشكل، بهذا الشكل فريق الشارجة. فاليوم حتى يعني إذا حتى بالشكل هذا يواصل ويستمر، أعتقد النتائج قادمة باكتساب اللاعبين والمدرب كذلك خبرة التعامل مع المباراة، لأن أنا بترك الأمور الفنية للإخوان، يعني هم أكثر مني ضلاعة في هالموضوع، لكن أعتقد أن يعني أن قراءة المدرب الفني في الشوط الثاني يمكن شوية، يعني المدرب سوى كل شيء وعمل هالفريق وقدم خطة في الشوط الأول والتزام من اللاعبين والتكتيك، ويعني مع بعض الامور يمكن التبديلات اللي صارت في الشوط الثاني اثرت على النتيجه. المدرب حتى قصدك؟ المدرب حتى، نعم نعم. فهذه بس هذا الشيء ما يقلل من حجم المجهود، واحنا شفنا يمكن في الشوط الثاني بدنيا حتى شوي يعني انخفض مستوى، لان بذل مجهود في الشوط الاول وفي بدايه الشوط الثاني بذل مجهود عالي وكبير وتراجع، لان يعني بدنيا شويه يعني ما كان مثل الشارجة بدنيا كان افضل من من كان على نفس النسق، ما تراجع. بس اليوم في نقطه قوه الشارجة هي كانت نقطه ضعف اليوم، نقطه قوه الشارجة في اللاعبين الاجانب اللي كانوا يخدمون الشارجة ويعني وكانوا هم العلامه اليوم الفارقه. ما كانوا في يومهم، لا اليوم رغم ان ايغور سجل هدف وصنع الثاني، لكن إيغور إلى الدقيقة 70 في الشوط الثاني إحنا ما شفناه، كانت أول تهديد من إيغور حقيقي على المرمى في الدقيقة 70 من الشوط الثاني. الشوط الأول ما كان موجود، كان غايب كل اللاعبين الأجانب، يمكن منديز في النص الثاني من الشوط الثاني بدأ يستعيد شيء من مستواه، لكن اليوم نقطة القوة اللي كانت دائما في الشارجة اليوم كانت هي نقطة الضعف. نقطة الضعف. ولما رجع في آخر زمن المباراة رجعت القوة. رجعت مع نزول اللاعب المقيم البرازيلي، يعني تغير شوية شكل الشارجة. حلو. زين أبو عبد الله، تحس إن الشارجة اختار ليش المباراة؟ والله احنا فزنا 5-1 على الوصل وغلبنا العين، حتى ما بيعجزنا، فدشوا الاولاد يعني كانهم خلاص المباراه مخلصه قبل لا تبدا، وكادوا انه حتى يعصف بهم بسبب يمكن هذا الجانب اللي اثر على ادائهم. ما ادري هل هذا جانب تحليلي يعني يقترب من توصيف الحاله هذه؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا اليوم الجولة الخامسة بالنسبة طبعا للمباريات الدوري، جولة الصراحة مباراة الشارجة وحتى كانت مباراة على مستوى عالي جدا، قمة بالفعل. النقطة اللي حنتكلم فيها بالنسبة للشارجة مش مسألة الشارجة كانوا مقترين، المسألة هي إن فريق حتى هو اللي كان نسق عالي، هي نعم الرتم عالي، لعيبة الشارجة ممكن ما دخلوا في أجواء المباراة سريعا، لأنهم تموا تفاجؤوا بعد نعم تفاجأوا. أكيد متفاجئين 100% بالمستوى، حتى
مستوى حتى طبعا بين فريق حتى امام فريق العين كان على قاب قوسين او ادنى ان حقق التعادل، وكانت مباراه كبيره لعبها امام فريق العين لكن خسرها. وبالنسبه لفريق الشارجه اعتقد بدايه الشارجه ما كانت فعاله، خاصه ايغور هو المحرك والدينامو مال الفريق، دائما ما يكون هو يبادر، هو دائما ما يكون هو طبعا يكون متواجد مثل ما تفضل ابو خليفه. ايغور يمكن تقريبا من الشوط الاولي لين حتى مثلا بدايه الشوط الثاني ايغور كان مختفي تماما، وطبعا اعتقد ان معظم الموجودين وحتى المتابعين يتريون ايغور يبادر بمهاراته بفنياته ينقل الفريق من الواقع. وهذه اشكاليه. نععم هاي اشكاليه، لازم تتنوع مصادر العمل داخل أكيد الفريق. اكيد هي تتنوع من بعد ما هو يشتغل. طبعا ايغور اول هو يشتغل مثل تقول اللي يحرك الدينامو اللي يحرك الفريق بشكل عام، لازم يتغلبون عليها. هذه هي طبعا اذا ايغور اذا مو كان مركز من اول المباراه، مثلا احنا اول المباراه والفريق حتى كانوا هم مبادرين وهم اللي ضاغطين وهم اللي مسجلين وهم اللي يمشون الكوره، فحتى احنا استغربنا ان الفريق حتى كانه يبين هو اللي متصدر وفريق الشارجه هو اللي يعني يعاني. يعني كانت المباراه مثل ما تقول تمشي بالعكس، ولكن طبعا اعتقد التعادل هذا يدل على ان فريق الشارجه يظل بطل، وفريق الشارجه يظل ان العقليه ماله عقليه بطل. وحتى المدرب الكابتن عبد العزيز العنبري في تغييرات الشوط الثاني اعطى ضخ كبير للفريق ورد الفريق يضغط، وكان خسران انا في الاحوال ما تردد على شو بعد يت اكثر من فرصه لصانح للتسجيل في الشوط الثاني لما وقت الخطأ اللي طبعا من خلال الضغط العالي من بالنسبة لفريق الشارجة على فريق حتى واستوى الخطأ الأولي والخطأ الثاني فسجلوا التعادل. بشكل عام فريق حتى فريق يحترم، فريق يعني اعتقد انه مثل فرق مثل حتى مثل كلبة، هالفرق عطت روح جديدة للدوري الخليجي الإماراتي، دوري الخليج العربي في الدوري المحلي. فبالتالي اعتقد ان الاليه تغيرت، حتى الخليج حتى الفرق هذه كلها ما في مباراه سهله. يعني هاي السنه اذا طلع بطل بيكون بطل بالفعل بطل، لانه بيعاني كل فريق يعاني من اي فريق بيك اي فريق يكون. والدليل يعني هاي المباراه اكبر دليل. يعني كان فريق الشارجة جاي من وشك خساره، جاي من تشي من فوز كبير على فريق الوصل 5 وجاي يعني متصدر، فيتفاجأ الفريق حتى انه هو اللي كان مبادر هو اللي كان يلعب لين حتى يمكن في تمرير في 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 الشوط الثاني يمكن حسب ابو خليفه كم تمريره حوالي 21 تمريره من الفريق حتى قبل لا يسجل الهدف الاول اللي فيه خطا تمريره. يعني عمل فيه متعه، في شيء جميل، يعني شيء تستغرب. لا في شغله ثانيه بعد بخيت وكابتن عبد الرحمن، في شغله ثانيه ان يعني الاولاد ما ينقلون نقل وياخذ وقت الكرة يحتفظ فيها ثواني، وهذه ميزة الكرة الحديثة العصرية، لازم تحرك الكرة معاك بشكل سريع، يعني أنت فاهم وأنت مغمض وين ربعك موجودين طب. فالكرة كانت تأخذ من 3 ثواني إلى 4 ثواني، وهذا معدل ممتاز جدا في الكرة العصرية. يعني شيء في شيء مكتمل عنده، في صورة حلوة عند فريق حتى. هو شوف يعني في البدايه طبعا نقول مبروك لنادي الشارجه التعادل، مبروك للتعادل وهردك فريق حتى لادى يعني كنا بارك بالتعادل بارك الشارجه بالفوز دائما، الحين مبروك بالتعادل بالفعل يعني اخر دقيقه هو سجل اخر لحظه. فاعتقد ان يعني ايضا يعني هذا المشهد مباراه اليوم ايضا تبين ان يعني ان ما في فريق ضعيف في دوري المحترفين، الكل متساوين في الملعب. اللي يفرق طبعا هو ايضا قيادة المدرب لهذه الفرق، يعني كل مدرب يقود فريقه بالشكل الصحيح ويقدر أيضا يعني يستفيد من المباراة سواء بنتيجة أو أيضا يعني ممكن يكون أيضا أداء يعني ممتاز مثل أداء فريق حتى اليوم. طبعا يعني المباراة اليوم يعني شاهدنا فيها يعني فيها محاول كثيرة في الملعب، فيها حالات كثيرة في الملعب، لكن ممكن أنا ألخص عندي حالتين ممكن نقول. حلو. يعني مثلا نقول فريق حتى لما يمتلك الكرة في هذه الحالة يعني شو اللي هو يسوي في الملعب؟ فمثل ما شاهدنا في المباراة اليوم إنه هو تحكم في الملعب بالكرة، تحركات اللاعبين كانت يعني جيدة، انتشار اللاعبين كانت أيضا يعني جيدة، بالإضافة إلى يعني سرعة أيضا اللاعبين في 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 التحول إلى الهجوم.
ايضا النقطه ايضا الاساسيه في هذه العمليه في التحكم ان ايضا اللاعبين كانوا جيدين في عمليه استلام الكره، جيدين في عمليه تمرير الكره، وفي نفس الوقت يعني هذا اعطاهم ايضا ثقه. يعني المدرب له دور كبير في اعطاء الثقه للاعبين، وخاصه يعني يحتاج جهد كبير في اكيد يحتاج جهد لانه هو يعني اللي صار اليوم هذا النتاج المباريات السابقه وايضا ممكن في المعسكر، لان اليوم فريق حتى بالفعل بين انه هو عنده يعني امكانيات جيده، سواء اللاعبين مثاليين في 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 في, في التكنيك في الاستلام والتسليم، بالإضافة إلى يعني المدرب إنه زرع الثقة فيهم في الحالات اللي تكون فيها الفريق يكون مضغوط، اللاعب يكون مضغوط، هو ما عنده مشكلة ويمسك الكرة ويلعب يمرر بشكل يعني جيد، وهذا ما 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 ما, ما جعل فريق الشارجة يعاني في استعادة الكرة طوال زمن المباراة. فلذلك النقطة الثانية بالنسبة لفريق الشارجة لما يفقد الكرة هو شو كان يسوي؟ يعني ما شاهدنا لفريق الشارقة لما يفقد الكرة إنه يحاول يرجع يضغط ويقطع الكرة مثل المباريات السابقة. لذلك تفوق فريق حتى من هذه الناحية إنه هو لما يمسك الكرة يتحكم في الكرة، فكانت عنده الأغلبية، عنده السيطرة أفضل. فلذلك الشارجة عانى طول المباراة، يعني حتى الدقائق الأخيرة لو ما كان كورنادو كان ما أعتقد فاز. وطبعا الشارجة بشكل كبير يعتمد على تعادل، قصدك على مثابة فوز، يعني هو الشارجة يعتمد بشكل كبير على كورنادو في عملية يعني التسجيل، وفي عملية أيضا صنع اللعب الفريق، وعملية أيضا أنه يطلع من المباراة بشكل إيجابي. أنا أعتقد أنه يعني فريق حتى مدرب حتى كونتس يعني نرفع له القبعة صراحة. أن مستوى فريق اليوم بالفعل يعني أثبت أن الفريق يعني هو ممكن مثل ما قال أخوي بخيت أنه هو كأنه بطل الدوري اليوم. فمع هذا اللعب مع هذا الأداء يعني أعتقد إحنا نتفائل أن الدوري يكون بهذا الشكل، والفرق أيضا الثانية تكون بنفس مستوى فريق حتى مباراة اليوم. جميل. نتابع المؤتمر وارجع للسادة الضيوف، مؤتمر صحفي لمدربي الفريقين بعد المباراة. حتى ممكن كانوا متمركزين بشكل طيب، لعبوا مباراة كبيرة صراحة، كانوا يستحقون نتيجة أفضل، لكن مثل ما تفضلت في إصرار من اللعيبة، وأيضا الهدف الأولي الخطأ أعتقد أعطى اللعيبة دافع أنهم يكملون، خاصة المباراة كانت في آخر دقائق ودائما الآخر دقائق التركيز يقل. فريق حتى كان أجهز أكثر صراحة رغم التنبيه قبل المباراة، أيضا في بعض اللاعبين اللي ما كانوا في مستواهم بالنسبة للفريق، وهذا شيء طبيعي بالنسبة للاعب كرة القدم. غير أن حضور فريق حتى كجهاز فني كلعيبة كان ممتاز صراحة. في النهاية مثل ما تفضلت إصرار اللعيبة وقلة التركيز في جانب فريق حتى في الآخر خمس دقائق أعتقد أعطانا نحن الدفع أن نرجع للمباراة ونطلع بنتيجة إيجابية. تحس أن دائما طبيعتنا نحن كلعيبة بعد النتائج الإيجابية لازم عندك مرات يكون المردود السلبي، يعني المردود السلبي هذا صادف أن فريق حتى كان في أفضل حالاته يعني صراحة. لكن أنا أقول في النهاية الله كرمنا بنتيجة التعادل، بالنسبة نحن نتيجة إيجابية جدا، وأيضا هني فريق حتى وجهاز الفني على المستوى إن شاء الله. First of all, I want to say that مبدئيا إذا في حد تنبأ إن بناخذ نقطة من المتصدر الشارجة فما كان حد راح يصدق، لكن أنا فخور بلاعبيني للمباراة الثانية على التوالي يأدوا بنفس المستوى، وحاليا هم حزينين في غرفة تبديل الملابس. بخليف خلنا قبل ما نتكلم عبد العزيز كلامك جميل وفي نقاط ضروري نتكلم عنها، لكن كونتي قال انه فخور بلاعبيه وهم حزينين الان، ومن كان يعتقد او يعني من كان يصدق ان نستطيع ان ناخذ نقطه من فريق الشارج صحيح يحاول يخفف من اثار خل المفاجاه اللي حصلت في اخر المباراه مخلصه. إيه خلينا نقول مفاجأة حصلت في آخر المباراة، إن يعني الأخطاء الدفاعية وهدفين التعادل اللي ما كان حد أصلاً متوقع إنه ممكن تحصل، يعني لأن المباراة وصلت إلى أوقات إلى يعني الوقت اللي
الإضافي في الشوط الثاني، وكانت تقريبا نص الوقت الإضافي تسجل يعني انتهى، يمكن أول هدف في دقيقة 92، دقيقة هدف الثاني في 93، والمحتسب كان 5 دقائق، فكانت المباراة في اتجاهها يعني لأن حتى يفوز. فهو من اللي حصل هذا يحاول يخفف من وقع هذا على سواء على جمهور حتى أو حتى على اللاعبين أو كذا، وشيء طبيعي أن اللاعبين بيكون زعلانين لأن اللاعبين اللي بذلوا مجهود الكرة لم تنصفهم، نعم ما كانت عادلة يعني اللي بذلوا مجهود طول المباراة بخطأين خطأين فرديين، نقدر نقول أخطاء تافهة، لا أخطاء فردية، أعتقد أن يمكن بعوف يعني أخطاء فردية وأخطاء يعني تكتيكية يعني في الدقائق الأخيرة هو الفريق يبغى يستحوذ على الكرة يعني في الدقائق الأخيرة هو خلاص يعني مباراة ما 3 دقائق أو دقيقتين هو يبغي يسيطر على المباراة، هو يبغي يضيع الوقت في كلام يعني سليم 100% هو فعلا أخذ نقل الكرة هذه يمكن في حدود يعني قول دقيقه يعني لكن الحارس كان يقدر يشوت برا بعده، ترى الحارس من ضمن المجموعه ايه، فهو طبعا اكيد هو المدرب انه يرجع الكره، هو النقطه السلبيه يمكن نقطه سلبيه ان يعني في الدقائق الاخيره هو ممكن كانت تكون في تعليمات ان الفريق يكون يطلع من الملعب ومن ثم يضيع كسبوا لولا الثقه لعيبه حتى كسبوا ثقه لدرجه انهم بس قال لك انا اقدر العب باي بس شكل بس هاي ثقه يعني زايده عن حده صح، وثقه يعني مو في وقتها ومش امام انت اليوم يعني مهما كان الشارجه في وضع مش جيد يبقى بطل وتبقى روح البطوله موجوده عنده، فانت اليوم لما تلعب مع هذا الفريق او ضد هذا الفريق وانت محقق هالنتيجه الايجابيه لابد انك يعني تكون حريص وتكون مركز لاخر جادي لاخر لحظه، لان شوف يعني صح. يمكن كابتن عبد العزيز العنبري قال لك احنا يعني في اخر مباراه فقد فريق حتى حلو. التركيز حلو هذا هو ارجع النتيجه الى سببين، قال السبب الاول انه رغبه لعيبتنا، ثانيا حتى في اخر 5 دقائق فقد التركيز شوف على توصيف رائع يعني بس يعني هو يعني هو وصف يعني شوف وصف حاله فريقه وصف حاله الفريق الثاني الحاله المنافس، فاليوم المنافس يعني احنا نتكلم عن حتى يعني حتى اليوم يعني اللاعبين كل المجهود اللي بذلوه في المباراه في دقيقتين او في 5 دقائق نعم فقد التركيز فيهم ضاع المجهود فيهم فطبعا الشيء طبيعي يعني بيكون حزين، الخطأ اللي حصل بالنسبه للاعب انه هو يرجع الكره بالطريقه هاي اللي هو مضغوط نعم، ومثل ما تفضلت الحارس ايضا له دور لان الحارس هو اخر لاعب، الحارس لما يمرر كاشف الملعب انت كله كاشف، هو لما يمرر الكره لازم هو الحارس يكون تواصله بشكل اكثر صح، يتكلم معه اللاعب ممكن يرجع الكره الحارس ممكن يغير الاتجاه، فاعتقد انه يمكن يعني اللي حصل. وبعدين وليد لاعب بديل هو دخل في وقت يعني ايضا وقت صعب، الفريق فايز 2-0 والفريق الشارجي كان ضاغط، فهو ايضا يعني ما كان يمكن جاهز ذهنيا لذلك هو فقد الكره بشكل يعني غير جيد، والاضافه الى الخطا الاخر ايضا الظهير الايمن ايضا يعني فقد يعني الكره او ما طلع الكره بشكل صحيح، يعني اكيد ايضا مهاره لاعب او وضعيته في الملعب ما كانت جيده عشان يطلع الكره، هو طلع داخل الملعب. السؤال ليش هم فقدوا التركيز؟ ليش؟ آخر الدقائق الثقة الزايدة. قاموا يلعبون كرة على صحيح. فريق الشارجة قاموا يمرون كرة حسوا إن برياحية أكثر، أنت تلعب على فريق الشارجة البطل ياس تلعب عليه كرة وتلعب عليه، أنا في لحظة من اللحظات حسيت إن يلعبون المربعات. مثل انتهت المباراة. يعني مثل التمرين قاموا يلعبون عليهم. أعطني واستلم وخذ ودور، فبالتالي هالشيء يعطيك ثقة أكثر إنك أنت خلاص أنت المباراة مخلصة بالنسبة لي. جت الغلطة. الثقة هني زايدة هي اللي أفقدتهم التركيز. برافالي. في يعني في دقيقتين الجول الأولي. وكان نصر كبير أوكي. لو خلص طلعوا المباراة. بس بمروان بعد شوف بعد في نقطة. لا في نقطة. لكن في فرق يعني شوف. خلينا الحريم يطالع برا. بس أنا عندي سؤال، أوكي يا الجول الأول وخليفة الجول الأول هي من الغلطة هذه خلاص أوكي. يبقى دقيقتين ليش تي الغلطه خلاص الثانيه دخل الفريق في مرحله انعدام وزن هنا دخل بس انا شوف انا بقول لك يعني مثل الكلمه اللي قالها بوعوف يعني قال لك ان اللاعب بديل نزل يعني وليد احمد اليوم احنا من لاحظنا من المباراه هاي والمباراه السابقه في فرق بين في مستوى اللاعبين البدلاء عن الاساسيين دائما لما يدخلون البدلاء لاي سبب من الاسباب تلاقي يعني رتم الفريق او مستوى ينزل وهذه طبعا ترجع للدكه ونوعيه الدكه وجوده ترجع نتيجة المباراه ونتيجه المباراه لا حتى جوده الدكه يعني جوده اليوم احنا شفنا جوده دكه الشارجه كان دعم الفريق يعني تفرق
عن جودة دكة حتى، وهاي شوف يمكن الشارجة الموسم الماضي كان يعاني من هالمشكلة هاي، لكن لكن تصحح الموضوع هذا في الموسم الحالي. فاليوم نتيجة الخطأ الأول، وهذا مثل يمكن نشوف جرنا اللي كان نتكلم من تكلمنا عن الليلة الماضية عن الهلال ولما دخل في خمس دقائق في مرحلة يعني انعدام وزن وسجل فيها ثلاثة جوال. وحتى شوف يعني حتى يعني فريق حتى يعني أتكلم الحين عن البدلاء، هذا البدلاء اللي دفع فيهم عبد العزيز اللاعب المقيم رقم 22 ميلوني محمد خلفوني البرازيلي، يعني أعتقد بدلاء على مستوى عالي حققوا فعلا معادله جيده وغيروا رتم المباراه، غيروا يعني اعطوا قوه لفريق الشارقه من ناحيه هجوميه رغم انه على حساب الدفاع على حساب وسط الملعب اكيد. هو شوف يعني اعتقد ان الفريق حتى خلال المبارتين العين ومباراه الشارقه في الدقائق الاخيره افتقد الخبره، يعني اللاعبين يمكن ما عندهم خبره انه كيف يديرون يعني في نهايه المباراه شو المفروض يسوونه. يمكن طبعا هاي ايضا المدرب له دور انه هو يكلمهم في هالشيء انه في الدقائق الاخيره هو فايز هو ايضا يقدر يخفف رتم المباراه، لان فريق الشارجه كان مندفع ويبغى يسجل، فلذلك هم كانوا يلعبون في نفس المنطقه اللي الشارجه هو كان يضغط فيها، فلذلك ليش حتى ما استثمروا هذه الحاله بعد؟ انا شو اقول لك اعتقد ان فريق كان ممكن يضعفوا النتيجه لو كان الخبره هي كان لها دور شويه في الدقائق الاخيره. حلو، ناخذ ردود افعال الجمهور بعد المباراه. بأسوأ مستوياتنا، أسوأ مستويات الشارجة في الموسمين هاي المباراة، نطلع بتعادل الحمد لله والشكر. هاي بالنسبة لنا على أداء اليوم، بالنسبة لنا فوز على أداء اليوم. نشكر اللعيبة على هالأداء، لو أن الأداء ما كان في محله، لكن الحمد لله نقطة في أرض الخصم، هاي بالنسبة لنا فوز. وشفت أنت بالدقيقة 90 نحن أبطال الدقائق الأخيرة، اللهم لك الحمد، وهذا هو الملك، وبيتصدر وبيتم تصدر وإن شاء الله الدوري هالموسم. أنا بخبركم أن ما في أي حد يقدر يفوز على الشارجة الملك سواء كان في ملعبه ولا في ملعبنا، ما في فوز، احلم في الفوز حبيبي. التعادل احسن من الخساره، حتى فريق قوي يعني حتى قبل سنتين فاز علينا في ملعبهم، اليوم تعادلنا وياه شيء جيد، لكن ما هو هذا مستوى الملك. بس الحمد لله عدلنا اخر دقيقه وان شاء الله بقى جاي نقدم اداء افضل عن الاداء اللي عملنا حتى، لان اليوم الاداء ما عجبنا ابدا. المدرب أول شيء ما كان يعني مرتب التشكيلة، لكن بعدين رتبه يعني جبنا ثلاث دقائق جولين، هذا شيء مفروح لجماهير الشارقة، نتمنى القادم. والله الشوط الأول نحن كنا ما حد، الشوط الثاني شوية بدينا ها نمشي شوية ها، بس حتى صكوا علينا اللعب، صكوا علينا صكوا. وعبد الله بخيت كريستيان لوبيز مهاجم ممتاز، مهاجم رائع. كريستيان لوبيز اليوم الظهور الفعلي للاعب محترف على مستوى عالي صراحة، الكرة الجول الأولي تمركز جيد، الجول الأولي أقصد الارتقاء وتسديد الكرة بالرأس يعني كان الصراحة بشكل احترافي بالفعل، وطول المباراة اصلا طول الشوط الاولي يعني اللي شفته من المباراة كان هو من اللعيبة اللي دائما عامل الخطورة على فريق الشارجة، يعني المفروض كان على الاقل يعني يحطوه لحد ما انتمان، لانه هو كان من اللعيبة اللي مسوي بشكل خطورة بشكل واضح. والجول الثاني طبعا انا اشيد باللاعب لاحج عبد الله خميس، لاحج الثاني عبد الله خميس، ثاني عبد الله خميس يوم عدى من الاول لاحج، لا الاول لاحج الكروس لاحج. الكروس عادي كروس لاحج، لكن الكروس بس قبل الكروس شو سوى؟ التمويه ترى تمويه مشتي ها، لاحج رقم 22 صح؟ ايه، لكن عبد الله خميس كيف عدى كظهير، يعني كظهير هذا الصراحه يعني يستاهل يكون من ضمن البدايل المنتخب الوطني نعم متواجد يعني نعم، لان عنده مستوى عالي حتى بطول المباراه، مش مساله الجول. عبد الله خميس ولاحج لاحج بعد عنده امكانيات، لانهم كلهم اصلا عالي جدا، احنا محتاجين اللاعب حتى الصيعري اللاعب عبد الله. اشوف اليوم يعني
قدموا انفسهم. احنا في التلفزيون شفنا مارفيك كان موجود في مباراه والله الوحدة. انا على بالي كان موجود في مباراه الوحده وعمان كان ما في يعني كان المفروض يكون موجود في المباراه. انا كنت اقول يعني أنا هاي المباراه كان لاعب اجنبي والله ما قلت ان انا لاعب مستوى يعني عالي. لا هم قدموا مباراه حلوه صراحه لاحج وايضا عبد الله خميس وايضا عبد الله عبد القادر يعني الثلاثي كانوا عبد الله عبد القادر بعد اللاعب يعني كانوا ثلاث لاعبين على مستوى سحب عبد الله عبد القادر سواء بعض يعني الخلل في وسط الميدان لانه كان اللاعب اللي لان هم الاثنين تغيروا عبد الله إيه؟ عبد الله لاحج وايضا عبد الله ابو قادر الاثنين طلعوا عبد الله كاظم بعد ما طلعوا وعبد الله كاظم عبد الله كاظم بعد وعبد الله كاظم يعني فريق ممتاز لاعبين عبد الله كاظم هو اللاعب اللي يلعب في الوصل قبل نعم هو نفسه هذا من اللاعبين الممتازين الصراحه يعني في مارفك سار المباراه الوحده وعجمان لكن اعتقد مجرد الاخبار ما توصله وكين شوف المباراة ما صار هالمباراة لا أتمنى حتى لو يعني هو كان هو موجود والطاقم ماله كانوا موجودين لو كان حد من الطاقم موجود في المباراة هاي بالفعل هو أكيد يعني طاقم موجود ترى يعني يمكن المباراة يكون في طاقم يعني موجود. لأن المباراة صراحة يعني فيها لا تفوت لا فيها يعني إمكانيات لاعبين ممكن يستفيد منها حتى يعني في يعني في الإمارات في لاعبين بإمكانيات معينة موجودة وما حد يدري عنهم نعم لا للأمانة يعني اليوم أنت لما تتابع المباراة بتركيز تكتشف أشياء جديدة يعني الاولاد هذيل يلعبون بشكل انا للامانه اللاعب رقم 22 اثناء المعلق الزميل راشد يعلق وتفاجئ ان اسمه لاحج هو لاحج صالح حبوش هو اخو لا اخو حبوش والله العظيم ان انا بالي لاعب اجنبي قبل ما راشد يتكلم هو لا تنسى لا لاعب فنان كنترول حلو لاعب اشول جميل لاحظ ثقه في النفس لاحظهم يلعبون ضد الشارج البطل يعني ما يلعب مثلا مباراه يلعب مباراه قويه جدا لا تحس شو ابو عبد الله تحس ان الاولاد متعطشين انه يقولوا للناس تشوفونا هو لا تنسى اللاعبين موجودين في السابق لا تنسى ان المدرب له دور انه يعني اطلق امكانياتهم لذلك يعني المدرب له دور كبير زين نتابع بس ردود افعال لاعبي حتى الحزينين كما يقول السيد كونتس مدرب الفريق بعد المباراه يمكن احنا ردينا في الشوط الثاني تراجعنا شوي وهم ضغطوا علينا طبيعي الفريق بطل ولازم يهاجم يحاول يصلح من الاخطاء ويعدل النتيجه وهذا اللي صار في اخر دقائق يمكن قله تركيز او شويه سجل علينا جولين كلكم شفت المباراه يعني انا ابارك للشارجه على النقطه صراحه يمكنهم ضغطونا الشوط الثاني لكن لو شفت اللعب شفت المتعة في الملعب يعني فريق حتى مش فريق سهل وأنا قلت هالشيء قبل لا يبدأ الدوري قلت الفريق إن شاء الله راح يكون فريق صعب في الدوري إذا أنت تلعب ضد متصدر الدوري بهالطريقة أعتقد هذا يعني نحن بالنسبة لنا اليوم خسرنا أنا بالنسبة لي يعني خسارة اليوم يعني مش فوز ومش تعادل حتى يعني بالنسبة لي هاي خسارة في دقيقتين يعني دقيقة 92 نحن مركزين وفي دقيقة 92 سجلوا علينا هدف في دقيقة 94 سجلوا علينا هدف ثاني يعني ما أقدر أقول غير الحمد لله على كل حال حتى يعني حتى مو بنادي حتى يعني كلمة حتى حديثهم للكاميرا وللتلفزيون وللجمهور ايضا فيها مهاره لا لاحج صالح ولا عبد الله كاظم ثقه وناس تتكلم يا جماعه ترى عندنا مشكله احنا معقول ان الاولاد في عندنا اولاد في هذا العمر الجميل عمر الزهور اولاد يقدمون هالمستويات ما ندري عنهم ما شيء مش طبيعي يعني اولاد رائعين وفي سمعت معلومه ما ادري بخيت ابو خليفه يقول عبد الله كاظم كان في الوصل نطلعها من الوصل اليوم المأساة تزيد عند جمهور الوصل اليوم الكارثة تزيد والألم يزيد عند جمهور الوصل تبغى تزيد المشكلة يعني لا صدق يعني أنت كيف يطلع من عندك لاعب ويعني وهو بهذا المستوى عبد الرحمن هو شوف مستوى يعني مثل ما احنا تكلمنا أيضا فريق الوصل هو يعني ابعد لاعبين يعني غير عبد الله كاظم عبد الله صالح ايضا لاعب ممتاز مدافع ممتاز يلعب وين الحين عبد الله الفجيره يعني هو يمكن يعني في لعيبه وايدين يعني من هذا المستوى
في لاعب ممكن الفتره اللي كان فيها عبد الله كاظم يمكن مع فريق الوصل ممكن ما كان في مستوى جيد او مر في ظروف أو ما كان مكتشف فممكن لذلك يمكن تم تغييره، لكن هو الان حصل فرصه جيده مع فريق مع مدرب ايضا جيد مع فريق ايضا صاعد اثبت نفسه خلال المباريات السابقه، بالفعل اطلق ايضا هو يعني امكانياته يعني من خلال يعني مع المجموعه وكامكانيات فرديه ايضا يعني امكانيات فرديه جيده، وهو ايضا لاعب يعتبر من لاعبين يعني المنتخبات السنيه من ناشئين الشباب ايضا وصل لمرحله الاولمبي لكن الان عبد الله كاظم فلذلك هو يعني يعتبر من اللاعبين الجيدين في فريق حتى بالاضافه الى اللاعبين الاخرين مثل ما احنا قلنا ايضا عبد الله عبد القادر لاحج خليفه عبد الله خميس مجموعه يعني كبيره من اللاعبين، لا ننسى ايضا الاجانب كان لهم دور في الملعب يعني اعتقد ان فريق حتى فريق مميز من خلال المباريات اللي شاهدناها وخاصه المباراتين الاخيرتين مع العين ومع الشارجه اليوم، بالفعل اثبت نفسه انه هو فريق قوي وفريق اذا بيلعب بنفس المستوى خلال المرحله القادمه اكيد يعني يعني الدوري بيتطور مستوى الفرق بتتطور لان مو معقول الفرق يعني الفرق بتخسر ايضا بعد تخسر من 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 حتى من فرق الشباب الاهلي هو هو الان السؤال الان هو اكيد بيلعبوا مع حتى بالضبط لذلك اذا هو لعب بنفس المستوى يعني اكيد المستوى بيتطور يعني الان الان حتى يضع نفسه امام تحدي يعني الحين الكل بيفتح عينه ان فريق يقدم كوره بهذا المستوى يعني الفرق اللي جايه بتجهز نفسها بشكل جيد يعني راح ياخذون المباراه بجديه سواء كان من الفرق المصنفة أو الفرق المتوسطة في الدوري أو الفرق المهددة أي مباراة سيلعبها حتى سيكون تحت المجهر. هي صحيح شوف أنت اليوم بالنسبة للناس المتابعين يعني حتى تصريحات كابتن عبد العزيز العنبري قبل المباراة حذر من حتى وحذر أنه حتى قدم مباراة لأنه شاف المباراة يعني مباراة جيدة أمام العين وحذر فالناس المتابعين يمكن خلنا نقول اللي متابعين قريبين جدا من 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 المشهد الرياضي من ومن الأندية عارفين ان حتى ياس يتطور وانا اقول لك حتى يتطور يعني من اول مباراة قدم واستحوذ يعني كان نسبة الاستحواذ له كبيرة جدا وكان معناته انه كان ينقل كرة جميلة ينقل كرة حلوة وكان ممكن يسجل لكن يمكن ما يعني ما صادف الحظ مع يعني مرور المباريات وكثرة المباريات وتتالي المباريات مستوى الفريق ارتفع لأن يمكن المدرب يعني أكثر يعني قضى فترة مع الفريق اللاعبين أكثر يعني تمارين أكثر استمعون للمدرب أكثر بدأوا يطبقون بشكل أفضل وهذا إحنا نشوفه الخط البياني ما لما متصاعد الحين ان بيفتح عينه على بيفتح عين الانديه الثانيه على هذا شيء جميل شيء جيد جدا طبعاً. بيكون عندنا حصان اسود جديد اليوم في في في, في المسابقه يعني هذا يعني احنا الموسم هذا الحالي نشوف ان في فرق تطورت نشوف ان في فرق يعني احسن عن الموسم الماضي المستوى الفني الحمد لله افضل عن يعني بشكل عام افضل عن الموسم الماضي صحيح الفرق الشيء الملاحظ بعد الإضافة لهذا أن إحنا السنة هاي في رؤوس حربة جيدين في أغلب الأندية ويلعبون لأول مرة يعني عندك كريستيانو لوبيز عندك في الظفرة جواو بيدرو عندك في كلبة ملابة رائعين عندك العين. في العين لابة عندك في عجمان ويليام أوسو يعني فاليوم هذيل رؤوس حربة موجودين بيرفعون من قوة المدافعين عندنا يا ريت لا بيرفعون مستوى فرقهم بيحسنون فرقهم بيرفعون من مستوى فرقهم حتى مدافعين فرقنا اللي عندنا مشكلة في الدفاع أكيد تحسن أدائهم بيتحسن أدائهم لكن قبل ما يتحسن أداء المدافعين الفريق نفسه طبعا بالإضافة للمهاجمين الموجودين مثل تيغالي مثل بنياس عندهم كوندا مهاجمين موجودين بس اليوم احنا يعني ما كنا نشوف كثرة مهاجمين او رؤوس حربه بال 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 بهالجوده وبهذا بهاي النوعيه اللي كان موجوده اليوم فهالاساس هذا الفرق هذه يعني حصلت مساعده في التسجيل صح وخففت هاي المساله خففت الضغط على المدافعين الفرق هذه لان يعني كانت الفرق هاي خاصه الفرق اللي خلينا نقول في النصف الثاني من الجدول بتعاني كثير من المساله هاي من مساله التهديف ومساله التسجيل لكن يعني السنه هذه اعتقد انه من افضل السنوات فيها مهاجمين اصحاب مهارات عاليه كواليتي
كواليتي يعني جوده بالفعل مثل ما قال ابو خليفه. حلو. بالنسبه لي طبعا فريق حتى انا باك تكلمني في جزئيه واذا عندك فكره اطرحها براحتك. الضغط العالي اللي مارسه حتى احنا كره القدم في الامارات حتى من ايامكم عبد الرحمن ايام منتخب الامارات ما يمارس حتى ذيك الايام الايام اللي كانت خيره الاجيال كره القدم ما يمارس الضغط العالي. عندنا مشكله في الضغط العالي. احنا نعطي نتراجع نحاول نقطع الكرة أوكي نستلم الكرة ونمشي نتحرك لقدام لكن أنك تمارس الضغط العالي أن الفريق الثاني ما يستمتع باللعب ما يأخذ راحته فرقنا نادرا ما تسوي كذي. والدليل الشارج اليوم أن حتى مارس عليه الضغط تعطلت كل أدواته. بالفعل أنا بتكلم عن النقطة هذه. بالنسبة طبعا الفريق حتى العنصر الأساسي والعنصر المهم في هاي التوليفة كلها لمدرب المدرب واضحه بصمته بالنسبه للفريق حتى مدرب شاب يعني سنه 44 سنه وقريب جدا من اللاعبين حتى من اللاعبين من اعمار اللاعبين فاهمينهم وهم فاهمينه. تحس انه حتى هو مثلا حاسبهم كلاعب بعد التعادل يعني يقول لك حتى اللاعب عندي في غرفه الملابس قالهم حزينين بالنسبه للنتيجه. بالفعل النتيجه كان في ايديهم وراحت عنهم كنتيجه. المدرب هذا بطريقه اللعب والبوزيشن مثل كان تحيد كابتن بوزيشن 1 و 2 3 اللي هو كان يلعب لوبونوفسكي المتوفى من ايه لوبونوفسكي معروف في عنده البوزيشن 1 وطبعا بخيت انت لعبت ويا لوبونوفسكي انا بادي بديت وياه بدايتي لوبونوفسكي كان عنده ثلاث طرق للعب وعنده طبعا تنويع اللعب هو يسميك بوزيشن 1 اللي هو طبعا وضعي الاولى الوضعي الثاني الوضعي الثالث هذا اللي تكلمنا عنه كان انك انت بوزيشن 1 تلعب في ملعبك وتلعب على الكونتر اتاك بوزيشن 2 تلعب تضغط ما تضغط تتريى الفريق في نص ملعب حلو يجيك ايه يعني نص ملعب في نص ملعبك ايه تني تكون يعني تروم انت تسوي ضغط وتروم مثلا تلعب تكسر الهافسيد. بوزيشن 3 اللي هو طبعا الضغط العالي هذا ما يعطيك حتى في التمارين كان ما يعطيك فرصه ما يعني يخلي مثلا الفريق يعني اذا نلعب تقسيمه يلعب الفريق مثلا المدافع يخليه ثمان لعيبه مثلا ويخلينا احنا مثلا فول تيم ونسوي ضغط على الفريق. حالتين تستفيد منها. الحاله الاولى ان الفريق هذا اللي هو مضغوط عليه وثمان لعيبه يروم يطلع الكره وهو مضغوط والحاله الثانيه يعطيك انت مجال كيف تضغط على الفريق ما تعطيه فرصه. يعني التمرين كان مفيد للازدواجي يعني مفيد حق المضغوط وحتى للضاغط. فانت اذا تكون ناقص العدد وفريق ثاني مسوي عليك ضغط عالي كيف انت تمرر الكوره وتطلع من وضعيه الكنترول العالي كيف تطلع وتطلع من الوضعيه. فهو كان من التمارين هاي طبعا الضغط العالي هذا يعني هذا الستايل قديم لا جديد قديم جديد كله ما في قديم لا كان يعني قديم بالنسبه للفتره من زمان يعني هالموضوع نعم لكن اشوف حديث الان اشوف المدرب انا كورتيس يعني استخدمه بشكل واضح يبين هالفريق يعني انت فايز 2-0 على فريق الشارجه يا تضغط فريق الشارجه بس شو شروط وتقطع شو شروط تاديه هذا النمط هذا اللعب الجماعي اللعب الجماعي لا اللياقه كم نسبتها كم اللياقه لازم تكون عاليه اللياقه لازم تكون تحتاج صار في انخفاض في حتى في الشوط الثاني في بعض اللعيبه بسبب هذا الاسلوب ايه في بعض اللعيبه مو جاهزين يعني تكون يعني امكانيات تتفاوت من اللاعب للاعب لكن هذا الاسلوب يعني محتاج لياقه. الحين مثلا عبد الله كاظم في فتره من الفترات كان في الوصل في لعيبه وايدين المدرب هو اللي ما يطلعهم هني اللعيبه اذا المدرب على مستوى عالي هو ممكن يطلع اللاعب لان المهاره موجوده لكن اذا انت تتهيئ او تهيئ فريق كامل مثل ما قلنا امسات ان الوصل عنده لعيبه لكن محتاج الى تنظيم وايضا نقول استثمار الطاقات اللي عنده استثمار الطاقات وتهيئه الفريق. حتى مثلا انت يوم تعد فريق حق الدوري قوي جدا الدوري محتاج نفس كبير مش محتاج فريق زين رسالتك لمارفك مارفك رسالتي لمارفك انه يحاول قدر الامكان انه يشوف الفرق هذه مثل حتى عندهم لعيبه على مستوى عالي حتى عندك انت مع مارفك الان او انت مدرب المنتخب الوطني شاهدت مباراه حتى من الاسماء اللي يعني لا يمكن تتجاوزها في خياراتك قلنا لك عندنا في احنا عندنا كثير من المواقع في المنتخب الوطني محتاجه خاصه اللي هم يلعبون
بالرجل اليسرى اللي مثل عبد الله خميس، عندك لاحج صالح، لاحج صالح بوش، عندك الكثير من اللعيبه محتاجين وعندهم مهارات، بامكانك انت تسوي روح منافسه في المنتخب من كذا كذا لاعب. يعني عندنا اربع لاعبين هم بمستوى عالي، عندنا الصيعري وعبد الله كاظم، وعبد الله كاظم، وعندنا عبد الله خميس، وعندنا ولاحج صالح. اربع اسماء قادره انها توصل للمنتخب؟ واكيد قادر، يعني لاعبين يعني ممتازين، مستواهم جيد يعني لا يقل عن. انت لا تفكر انك في وقت احلال وتبديل، هو شوف اللاعبين لاعبين لا رتمهم وامكانياتهم ومهاراتهم امكانياتهم ممتازه صراحه. هو اكيد اللاعبين اللي ذكرناهم اكيد لاعبين يعني جيدين، يعني لا يقلون عن اللاعبين الموجودين في المنتخبات. ليش؟ المستوى يعني جيد، الحاله البدنيه جيده، المستوى المهاري ايضا جيد، وايضا المستوى الذهني في المباراه عندهم قاعده كانوا لعيبه منتخب. المهم ان ابو عبد الله وخليفه وايضا ابو عوف تلاحظون ايضا حتى لم يتسيد المباراه ايضا تسيد عندنا في البرنامج، يعني اخذ الحيز الاكبر وسيطر. لا بد نعطيه يعني سيطر صراحه، يعني شوفوا نجم يستاهل نجم الليله يعني احنا ما ندري. ونفس الشيء الشارجه مثل ما حتى حجب مستواه ما اخذ حيز يعني لا اكثر، لانه حتى شوف حتى استحوذ صراحه، حتى يعني فريق اجبر كل متابعين كره القدم في الامارات اليوم على متابعته. يعني اجبرهم، لانه وخاصه اليوم انت شوف، لان حتى لو انت تشوف نسبه الاستحواذ في الشوط الاول حتى فايز ومستحوذ، يا سلام عليه، يعني فنسبه مع المستحوذ 55%. والله انا يمكن من المرات، فانت فكيف هذا الفريق انه ما يجبرك انك تتابع؟ صعب هذه، يعني تقريبا طوال الفتره اللي نعمل فيها مع بعض من سنين لم نجمع على الثناء على فريق في مباراه مثل الثناء على فريق. حتى اتمنى ان هذا الاسلوب من الذي قدمه المدرب واللاعبين، بس كان ناقصهم جمهور، حليلهم ما عندهم جمهور، حتى كان ناقصهم يطلعون فايزين، ناقصهم جمهور، ناقصهم طبعا الفوز تمام. لكن لاعبين مثل هذيله فعلا انا اظني حتى جمهور الشارجه ترى حضور اليوم دعم اللاعبين انهم يقدموا مستوى، الجمهور حتى لو كان جمهور خصم يساعدك انك تلعب. نعم بالضبط. فانا اقول ان من الحلقات القليله جدا اللي نثني على فريق بهذا المستوى في مباراه في دوري الامارات من سنوات صراحة. أتمنى أن تنتقل هذه العدوى للفرق الثانية، وأتمنى أن حتى اللي من المؤكد أن ما في مباراة الآن كسب جماهيرية، ما في مباراة ما حد يتابعه وهو يقدم هذه الكرة الشاملة، الكرة الجميلة، الكرة الرائعة. أتمنى لهم التوفيق. عجمان استقبل في ملعب الأستاذ راشد بن سعيد ضيفه الوحدة في مباراة من أجل عودة الفريقين. أصحاب الأرض تقدموا في الدقيقة العاشرة وضاعت ايضا وضاعف طبعا عن طريق فاندر فييرا، وضاعف زميله في الفريق ويليام اوسو النتيجه في الدقيقه 15. الوحده عاده قبل نهايه الشوط الاول عن طريق المخضرم اسماعيل مطر، الشوط الثاني تيغالي ترجم عرضيه ابراهيم خليل الى هدف التعادل قبل ان يتقدم ابراهيم خليل للوحده بالهدف الثالث في الدقيقه 63. واختتمت تيغالي اهداف الوحده من نقطه الجزاء قبل نهايه المباراه بالدقيقتين. الشباب أدوا صح، كنا خسرانين 2-0 بس الحمد لله الشباب أدوا وكان يبون الفوز. تقدر تقول نحن ما نبغى نستعجل، هذا مجرد فوز واحد بعدنا في البداية، فنحن الحين نفرح اليوم ونبدأ شغلنا باكر حق الجولة الجاية اللي ضد الظفرة، وإن شاء الله الوحدة مكانها في المراتب الأولى إن شاء الله. الحمد لله نحن أول شيء نفكر في 3 نقاط، الحين ما حيفكر في الأداء لان اداء بدون نتيجه ما منه فايده، نفكر في 3 نقاط هذا الاهم. يعني نحن ما كنا راضيين قبل المباراه على وضعنا في الدوري، الفريق الوحده هذا مش مركزه في الدوري. الحمد لله الفريق قدم مباراه ممتازه، قدر انه يرجع للمباراه خاصه في الشوط الثاني. واشكر اسماعيل مطر على الهدف اللي جابه، هو اللي رجع الفريق للمباراه، وان شاء الله ان هذا يكون درس للاعبين. عندنا مبارتين قبل فتره التوقف ضد الظفره وضد الوصل، وان شاء الله احنا قادرين ان شاء الله نرجع لوضعنا الطبيعي ان شاء الله. واليوم يعني بينا شخصيتنا، يعني اليوم صعب انك انت على الظروف اللي مريتها خسران اخر مباراتين في الدوري،
تلعب مع فريق يلعب على ملعبه مثل عجمان مركزهم الخامس اتوقع في الترتيب، ف انهم يتقدمون عليك 2-0 وترجع حق المباراه، بالنسبه لنا هذا اليوم بينا شخصيتنا كفريق. زين نبارك للوحده طبعا الفوز هذا، ونمشي بشكل سريع لان ابغى نعلق على مباراه شباب الاهلي والنصر باكر لان مباراه كبيره. فعوده للوحده، عوده الروح للوحده، عوده الروح. وشوف يمكن بسبب المخضرمين اسماعيل المطار وتيقالي ونصحح طبعا انت قلتوا لي في انا اخطات فيك اسمع خليل ابراهيم وليس نعم. ابراهيم خليل يعني عجمان نعتقد ان دومبيا وغياب دومبيا أثر كثير على شكل الفريق. صح. وطبعا إصابة اليوم وليد اليماحي بعد يعني أحدثت مع نوع من الهزة في الفريق، فباين أن دومبيا كان دوره كبير ومحوري في الفريق، وشكل الفريق كان متأثر جدا بغياب دومبيا، وهذا الشكل يعني استمرار للشكل اللي ظهر كانت انطلاقة بعد إصابة دومبيا في مباراة الظفرة. فبس الوحدة يعتقد أن يعني خلنا نقول الروح الجديدة اللي دبت في الوحدة خاصة بعد تسجيل إسماعيل المطر لهدف من ماركة إسماعيل المطر من الهدف الأول قبل نهاية الشوط الأول، هذا عاد كثير من الثقة للفريق وعاد يعني رجع الفريق خلنا نقول إسماعيل ذهب لا يصدق، وصناعته للكور اللي كانت توصل للمهاجمين كان يعني قيادة الفريق يثبت فيها إسماعيل المطر أن العمر مجرد رقم فعلا، وأن إسماعيل المطر ما زال قادر على العطاء لا ينقطع. عجمان توقف يعني وكأنه توقف اضطراري، كان حلو أداءه اليوم، خسارة قاسية طبعا. عجمان لعب المباراة طريقة جميلة بدابة وتقدم 2-0 من الشوط الأول، لكن يا جماعة ترى فريق عجمان رغم الخسارة كان لآخر لحظة يلعب كرة. فريق عجمان يظل فريق عجمان إن اللي يلعب كرة، يمكن الخسارة 4 أخطاء يعطيك مؤشر إن الدفاع ضعيف مثل ما تفضل أخوي أبو خليفة، أخطاء وغياب خسر مدافع دومبي غياب دومبي بالفعل أثر على الفريق بشكل عام، ولكن كعجمان كلاعب فريق يدي كرة قدم يعني هو لعب أمام الوحدة رجع عن طريق بوابة إسماعيل المطر من الهدف كرة ثابتة، وخبرة تيقالي ووجود طبعا خليل إبراهيم، وهاي أمور تلعب أمور تستوي في تغيير النتائج والضربة يعني تخيل المباراة 4-2 في ضربة جزاء من كرة واحدة في خطأ في غيره، هاي الأمور تستوي وضربة حرة. بالنسبة لعجمان أنا ما عندي خوف على عجمان، ما زال عجمان من الفرق اللي لازم تعمل له حساب يوم تلعبه، خاصة الفرق اللي طبعا اللي تنافس ولا غيره عجمان يفاجئك بالفعل. بس هو كان ترى كان في المركز الثاني الحين في الخامس، يعني احنا كنا نبغى بعد يستمر قريب من أصحاب الصدارة. يمكن أساس قلت لك أساس إن المباراة الأولى اللي خسرها عجمان كان موضوع نفسي إنهم يبون يوصلون للصدارة أول مرة فتأثروا اللعيبة، لكن بالفعل إصابة دومبيا وايد اثرت على الفريق وما في البديل ها بنفس المستوى اكيد ما في البديل في فرق كبير الى 6 نقاط الفجيره والمتصدر 13 نقطه هل نعتبر هذه القائمه اللي فيها الشارجه شباب الاهلي العين جزيره عجمان الظفره الوحده الفجيره هل هني حدود المنافسه يعني مستمره كلهم موجودين يعني الكل عنده طموح الكل ممكن له طموح اكيد الكل حتى الوصل عنده طموح والوصل الاخير لا الوصل لا عنده نقطه بس عنده طموح معقوله ليش لا لان ممكن بس بالمنطق ما ممكن لا انا اقول ممكن لان الدوري احنا تو مبادئين انه ممكن ينافس على الدوري ينافس انه يدخل مع المجموعه لا لان هو فريق صحيح احنا تكلمنا احنا ان الفريق هو يعني ما ادى مباراه جيده مع فريق الشارجه لكن رجع لعب مباراه قويه مع اتحاد جده اعتقد ان الفريق فريق جيد لكن يحتاج يعني دعم يحتاج ثقه بنفسه عشان يقدر انا وصلاوي ابغى فريق الوصل يرجع فريق الوصل هو هذاك كبدايه يرجع مستوى الوصل المستوى يقدم كوره يقدم كوره متواجد حضوره قوي شفت مباراتهم قدام الاتحاد
شفت بعض مش المباراة. الشوط الثاني كان زين يعني. شكل يعني يمكن 20 دقيقة اللي هي اللي الناس تتغنى به هي طبعا الإمام الاتحاد. هذا ما هذا ما ينفع. ما ينفع كرة. إذا ما شيء 90 دقيقة. 20 دقيقة. زين نلحق بالوقت بشكل سريع. تستكمل غدا مباريات الجولة بثلاث مواجهات. تجمع الأولى الفجيرة العين ويستقبل بنياس ضيفه الشاء لا في خطأ. بنياس راح يستقبل الخورفكان والعين. فجيرة والنصر شباب الأهلي. زين ثلاث دقائق معانا بشكل سريع. النصر وشباب الأهلي الطموحات مختلفة. الشباب الأهلي يبي ينقض على الصدارة يغترب ويتساوى مع الشارجة. والنصر أنا غلطان في شيء؟ لا بتكون إذا فاز شباب الأهلي لا شباب الأهلي 10 نقاط ترى. والشارجة 14 بعد نقطة الليلة. لا 13 بيتساوون. نعم. حلو هذا هدف. النصر بعد ما تفوز في المباراة السابقة وعلى الوحدة اليوم بترجع لا لازم ثلاث نقاط جديدة يتقدم للأمام. وخليفة باختصار يعني طبعا مثل أنت شخصت المباراة بين فريق يعني الناحية النفسية عنده تغيرت وفاز في المباراة في الشوط الثاني من مباراة الوحدة وقدم أداء جيد وسجل ثلاث أهداف فيها وبين فريق استعاد نغمة الفوز في المباراة اللي طافت وفاز في الشوط الأول سجل هدفين وفاز بهم في صح. وطبعا الفريقين بيدخلون يعني بهدف الفوز اعتقد بتكون مباراه مفتوحه بتكون مباراه بين يعني موجوده في الملعب بين 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 اللاعبين وطبعا بيكون تاثير المدربين واحد تاثير نفسي واحد تاثير 100% النصر ممكن في باله انه ينافس ويدخل من هالبوابه بوابه شباب الاهلي ممكن بخيت النصر يبغي يرد لكيانه كنصر مو مسألة المنافسة هو الديربي طبعا بس اذا فاز على شباب الاهلي معناته الدخان الاجواء نتكلم عن الديربي الاقدم في 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 الدوري بعده موجود بروحه هذا الديربي ولا بس مجرد تاريخ احنا نتكلم عنه مشكله هو كتاريخ لو تلاحظ اخر 10 مباريات تلقى يعني يمكن الاهلي فايز في المباريات يمكن في 7 مباريات فايز على النصر تقريبا 7 مباريات اخر 10 مباريات شباب الاهلي مسيطر فايز. مسيطر بالنسبه للدوري يعني الديربي الاقدم لكن فوز النصر طبعا اكيد 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 الديربي بالنسبه للنصر ان الفوز هذا مهم على اساس انه على الاقل يفوز في الديربي الاقدم 100% تعليقك على هذه المباراه حساباتها بايجاز النصر شوف المباراه الاخيره فاز على الوحده باداء جيد غير النتيجه ودخل يعني رجع للبطوله اعتقد ان المباراه مع شباب الاهلي اكيد مباراه يعني قويه واكيد يعني ان شاء الله تكون بمستوى مباراه اليوم الشارجه وحتى لان كانت مباراه جميله في كل منعطفاتها حبا وصلنا للختام وخليفه انا شاكر لك شكرا جزيلا الله يحييك يا ابو يعطيك العافيه ابو عبد الله شكرا جزيلا اشكركم حبايب الكرام يتجدد موعدنا ان شاء الله بكم غدا باذن الله الى ذلك الحين لكم اطيب المنى والى اللقاء